محمد صبحي هو مش معني بفكره الأغنية والدعم وبتاع، هو مش فارق معايا القصه، هو زي ما قالت هبه كده هو بيحاول ياخد لقطه تانية بعد ما اكتشف ان فكره الافاقه المفاجاه مش هتنفعه. يعني هو لما فاق من اسبوعين كده ولا ثلاثه وجبناه برضو وقلنا يا سلام سبحان الله، ممكن الواحد برضو بعد ما يتكوي بنار الاستبداد هيفوق، طلع قال لك الدوله بتحتكر الاعمال الدراميه واحنا مش عارفين نشتغل وده بيأثر. لكن للاسف بيبقى بيتحول الى انه محمد صبحي بيبقى هو هو اشرف السعد، فاكر اشرف السعد؟ بيبقى عنده تطبيل لا ارادي يا عيني، ما بيعرفش يرجع، فبيتحول الى انه يرجع تاني لنفس الدور، هو مش فارق معاه الدعم ومش الدعم، هو حس ان الخبطه بتاعته اللي خبط فيها في الحلل دي لما طلع اتكلم على احتكار الدوله للاعمال الدراميه هبقت منه جامد وممكن تاذيه، فقال لك اما ارجع اظبط الدنيا وانا قاعد مع المعرض الكبير مصطفى بكري برضه، فيبقى القعده برضه ايه تحفها المطبلون. هي دي القصه، بس هي قصه التطبيل. عشان كده محمد صبحي اتكلم برضه عن واحده من اشهر منتجات مصنع الشماعات بقى، الا وهي ايه؟ الزياده السكانيه. ودي بقى ايه؟ ده باب في التطبيل، واخد بالك؟ اسمه باب الزياده السكانيه. ده مهم، ده محور، دي عظمه كبيره قوي في التطبيل، قاموس بيحفظه المطبلات. هي منه الزياده، ادخل خبط في الزياده السكانيه، هي دي محفوظه. كل قطاعات الدوله تقريبا شغاله عليها. تعال كده شوف الاستاذ محمد صبحي بابا ونيس وهو بيحذر من خطر الزياده السكانيه. لك انت عندك طفلين وانا هصرف عليهم رعاية صحية وتعليم واديك كمان مكافأة كل شهر عليهم، والله العظيم صحيح ممكن يبقى رقم ضخم بس هيقل. ها؟ العيل التالت ده شيل. أنا ماليش دعوة بيه. يعني ماليش دعوة، يعني مرفوع عنه الدعم زي ما احنا مرفوع عننا دلوقتي. واخد بالك؟ أنا بقول مش اقتراح، ممكن ده يبقى كلام مش علمي قوي ومش دقيق قوي، بس قد يفتح المجال، لأنه والله العظيم أهم قضية من بناء الإنسان، من بناء الإنسان اللي بنتكلم فيها دي، أهم قضية هي المشكلة السكانية. خلي بالك محمد صبحي مش محتاج يعمل كده على فكرة، مش محتاج والله. يعني الراجل ده لو بيحترم تاريخه بس كان يقعد في البيت كده ويبقى معزز مكرم. مشكلة الناس دي إنها ما بتعرفش يا عيني تطبيل لا إرادي حقيقي. وتعالى بقى شوف اللي بينسج على نفس الخط، طبعا كل واحد بياخد ويجود، فبتاخد الاخبار، تخش شماعه الزياده السكانيه بقى، وزير التعليم العالي، الزياده السكانيه تقضي على الاخضر واليابس مهما طورت الدوله قدرتها. ماشي يا ريس. على فكره وزير التعليم ماسك وزاره الصحه. وزير الري يحذر من الزياده السكانيه، الفقر المائي سيتفاقم في المستقبل. خبراء وبرلمانيون، الزياده السكانيه خطر يهدد الامن القومي ويبتلع جهود الاستثمار. لا للزيادة السكانية، نعم للارتقاء بحياة المواطن. عدد اليوم السابع. وزير الأوقاف، الرجل اللي لا يفنى ولا يستحدث في الحكومة، يجب التصدي للزيادة السكانية وأي فن ينمي الذوق العام مقبول. انت مالك انت طيب؟ حملات إخوانية بقى لاستهداف المؤسسات الدينية بعد دعمها تنظيم النسل. لازم الاخوان يبقوا هم اللي ضد يعني هي انت عارف. بص هي قصه على فكره في ايه؟ سيبك من ان الزياده ممكن الزياده، خليك يا عم الزياده السكانيه دي هي سبب دمار المجتمع، وخلي الاخوان هم اللي خرموا خرم الاوزون، وخلي البرامج اللي بتطلع من تركيا وشيلت الناس وناصر ومعتز ومش عارف هم اللي خربين البلد وقعدهم في بيوتهم. هل البلد بقت حلوه؟ يعني هل الوضع المواطن بقى احسن؟ عرفت بقى انها شماعه؟ هي هو مصنع الشماعات كما قال الراوي عمرو اديب جحمه الله. ليه بقى؟ لان هي قصه من زمان، من ايام جمال عبد الناصر. فاكر انت جمال عبد الناصر لما طلع في خطاب النكسه وطلع قال للناس ايه في الخطاب؟ قال لقد كنا نتوقع ان ياتي العدو من الشمال او الشرق، لكنه فاجانا وجاء من الغرب. احنا يين. شوف الخطاب، شوف عشان تعرف فكره الشماعات من زمان. الزعيم الخالد طلع يبرر النكسه، يقول لك معلش اصلهم فاجئونا، على اعتبار ان اسرائيل كانت المفروض تديله بيان الاول تقول له احداثيات احنا هنيجي منين. مفيش بقى حد قال له لا حضرتك ده الجيش اللي انت سيبته وعبد الحكيم عامر اللي انت سايبه يخرب والاستبداد والظلم وحاله البروباجندا اللي انت كنت مشغل فيها الناس والظافر والمش عارف. لا ده اصل العدو جالنا من الغرب واحنا كنا متوقعين انه يجوا من الشرق.
وراح بعد كده حاكم قادة الطيران وادالهم احكام مخففة. هي نفس الشمع، هو مصنع بيدخل فيه المواطن وياخد الختم ان احنا لازم نبرر. مع ان على فكرة بالمناسبة يعني انت نفسك كمواطن ما بتقبلش كده. يعني تخيل ان ابنك داخل عليك كده بره مرة وبيقول لك يا بابا دي انا سقطت، دي الدرجات سقطت في الانجليزي وفي العربي وفي مش عارف الحساب وبتاع، وانت جيت تشخط فيه او تزعق له او تقول له انت ليه عملت كده، فلقيت امه تعمل له ايه، قامت واخده في حضنها كده تقول له خلاص بقى سيب الواد، الواد مضغوط هيعمل ايه، معلش. تقوم انت هتقول لزوجتك ايه؟ هتقول لها انت كده هتعملي، انت كده هتخيبيه، مش كده ولا لا؟ هي نفس القصه، انت بتعملها بس مع الوطن. لما تسيب اللي بيحكمك يتدلع وبراحته يعمل اللي هو عايزه، وشماعات بقى الزياده السكانيه إشي بتعمل، واصل هو حلو بس اللي حواليه وحشين، واصل هو هيعمل، هو هينزل يشتغل بايده، الشماعات دي هي اللي بتبرر الفشل، هي اللي بتوقع في الكوارث، لان هي اللي بتمنع المحاسبه. وانت لما تعلق شماعه زي الراجل بتاع بوريس جونسون كده لما قال لك اسكندريه هتغرق، طلع لك لا ما عندناش الكلام من ده نصابين. انت لما تعمل كده بتعمل ايه؟ بتمنع المحاسبه، بتمنع العلاج، فبتخلي المرض يتفاقم. انت اللي ما بتقبلوش في البيت المفروض انت ما تقبلوش في وطنك برضه، لان انت في الاخر كله بيجي على دماغك في الاخر. فيعني لعل وعسى تكون دي رساله ان احنا نطلع فعلا بره مصنع الشماعات ده.